طيب هنروح لكره اليد سيدات. كابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات كسبوا نادي سموحه 42-27 امبارح. المباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل. وطبعا وكابتن يحيى بيحاول يدخل عناصر جديده جوه الفرقه استعدادا للدوري اللي جاي، اللي هيكون فيه اقوى ست فرق في الدوري. طبعا المرحله الثانيه او الدور الثاني هيبقى اقوى ست فرق في الدوري. طبعا فريقنا كسب كل ماتشاته اللي فاتت، يعني نقولها برضو نتذكر حضراتكم فيها رايح جاي المباريات دي. مركز شباب ششت الانعام، الترسانه، اتحاد الشرطه، منوف الرياضي، هلوليدو، 6 اكتوبر سموحه رايح جاي، وكمان كسبنا الطيران والشمس في الدور الاول، فاضل لنا لقاء العوده. فريقنا هو حامل لقب البطوله السنه اللي فاتت، والحمد لله كان معاهم 3 القاب من 3 من اصل 3، دوري العمومي، بطوله منطقه القاهره، كاس مصر. كاميرتنا كانت موجوده في الماتش وعملنا التقرير ده، تعالوا نشوفه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله على فوز النهارده على ماتش فريق سموحه، فريق محترم دايما وطول عمره كان بينافس. يعني احنا مستعدين اصلا ان احنا من الاسبوع اللي فات مجهزين ان احنا عندنا اخر مباريات في الدور الثاني للدوري، بماتشات كلها هتبقى جامده، بدايتها ماتش سموحه النهارده، وعندي بعد يوم الثلاثاء اللي جاي كاس مصر دور الثمانيه، وبعد كده عندي الطيران وعندي شمس. اقوى 4 ماتشات مع بعض كده، واربعه اللي هخلص 1-1. فاستعدنا طبعا كل ماتش بنقضيها على حده، مثلا ماتش سموحه كنا بنجهز لماتش سموحه، عندنا طبعا التمرين بكره وبعده مجهز لماتش كاس مصر في دور الثمانيه في نادي المعادي. بعد كده برضو اكيد بنجهز بقى كل ماتش على حده، ما ينفعش نجهز لكل الفرق كلهم مره واحده، كل ماتش على حده بناخده واحده واحده على حسب الشغل اللي عندنا. يعني طبعا الفريق طبعا الحمد لله بشكرهم طبعا الماتش النهارده، وبشكرهم لغايه دلوقتي من اول ما بدينا الدور الاولاني والدور الثاني، الحمد لله فوز العمل كان للفريق السنه الاهلي، وده اللي احنا عايزينه ان يكون هدفنا ان شاء الله بطوله الدوري والكاس والقاره زي السنه اللي فاتت الحمد لله. طبعا احنا متفقين ان احنا من اول الموسم ان شاء الله ان احنا عايزين يعني نكسب كل الماتشات، ما نقعش ولا ماتش. فريتم الماتشات الحمد لله يعني ماشيين يعني بريتم كويس قوي، وكل ماتش بننزل كانه ماتش فاينل، يعني ما فيش ماتش ضعيف ماتش قوي، لا يعني كانه ماتش فاينل بس. فبنلعب الحمد لله وقدينا، والنهارده يعني الحمد لله كنا كلنا كويسين جدا، واللي كان بيغلط التاني كان بيشيله، لا يعني لا كان الحمد لله كنا بنعوض بعض وبنشيل بعض يعني في الماتش. احنا الحمد لله في التمارين يعني ما فيش يعني هزار خالص، هو التمرين كله جد، يعني عشان احنا في اول موسم حاطين في دماغنا احنا مش عايزين نقع على ماتش، فبننزل التمرين او نخش الملعب اصلا بنفصل من اي حاجه بره خالص، عايزين نأدي عشان اللي احنا بنعمله في التمرين ان شاء الله يطبق في الماتش. يعني كابتن يحيى صعدني تقريبا في اول الموسم، بدات اتمرن معاهم كذا تمرينه، اتصعدت معاهم الاول اسبوع، بعد كده لعبت معاهم لحد دلوقتي 3 ماتشات، ده الماتش النهارده ده الماتش الثالث ليا، يعني بس كده ده اللي حصل يعني من اول الموسم بس، والحمد لله يعني بتصعد معاهم شويه حلوين وبنبسط معاهم. اتمرن كل يوم بس لازم يكون في يوم اجازه في نص الاسبوع. والتمرين طبعا احنا ان شاء الله هدفنا السنه دي ان احنا ناخد الدوري والكاس زي كل سنه ان شاء الله، فاحنا طبعا بنتمرن بمنتهى الجديه، كل واحد بيحاول ان هو يصلح غلطاته، الكابتن بيقوله على غلطه بيحاول ان هو يشتغل عليها ويخليها احسن، كل ما حد بيصلح غلطه بيشوف لو عنده غلطه ثانيه يحاول يصلحها برده، علشان ان شاء الله نوصل لاحسن مستوى ونقدر ان احنا ناخد الدوري السنه دي ان شاء الله. زي ما قلنا لحضراتكم ان كره اليد في النادي الاهلي كانت يعني قابلت ازمه يمكن من سنتين، وبعد كده الحمد لله سريعا استعدنا الالقاب واستعدنا البطولات. ان شاء الله نامل باذن الله قريبا نشوف منتخب مصر السيدات، واحنا عندنا معلومات يعني من جوه الاتحاد ان بيجري العمل على قدم وساق على ان يتم انشاء منتخب السيدات، وهيبقى ليه دعم كبير جدا عشان نشوف منتخب للسيدات الحقيقه زي منتخب الرجال، ودي حاجه تبسطنا جدا كبرنامج الابطال.